بحب أقول لكم بونجور ساعة إن نضحك الصبح يضحك نضحك نضحك. قلت لكم لي بيبيز جبت لكم ان تري بون بلان باش تربيو تاماغوتشي على خاطر نتوما قاعدين وحدكم في الدار هكيكا لا عندكم لا تيلي لا ميلي لا صحاب قاعدين لها هي باش تجيب لكم ان تري بون بلان كيفها. قلت لكم حيوان الي بربي 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 سيبكم تقصوا علاقتكم بالناس الكل وتشريو التماغوتشي وبربي التماغوتشي متاعك يمشي تشتش كيفك زعما ويخلص بالليلة وتبعثوا في بعثات دعارة سياسية ولا اللي وبربي يقولوا التماغوتشي متاعك كيسك انت كالكلبة كالحيوانة قاعد وحدك كمل قولوا زادا يهزلك ليتك ويعملك كرامة وقدر الخاتك تشلكت ياسر وما قعدت لك كانت الكرزة هذيك باش تحشيها تحشيها من داخل. عزيزتي احنا ما نستحقوش التماغوتشي نتاعك احنا الحمد لله بيان اونتوغي بناسنا وحبيبنا وصحابنا اما انت عزيزتي كين انت ما عندكش صحاب وما عندكش ناس اكل حيوان هذاك واكلوا بعضكم انتم وياكم انا عندي زوز صغار ربي فيهم باغ كونتخ انت تستحق التماغوتشي خاطرك وحدك كل كلبه ما عندك حتى حد تربيه. عزيزتي انت نورمال مباراه تستحق التماغوتشي أنا ما نستحقلوش خليتهولك ليك انتي اني عندي زوز نوارات ربي فيهم اما انتي عزيزتي حلم حياتك تعملهم وما تعملهمش خاطر الراجل ما فهميش سما تماغوتشي متاعك تجم تجي منو صغار تهلي باش تورها تماغوتشي ولا شو اسمها هذيا باش تجم تعمل الصغار خاطر مسكينه مش تلفت لها حتى راجل يعطيها اسمه سخف قلت تماغوتشي بربي اشريوها خاطر كلكم ما عندكمش صحاب تمشي تخدم في بعثتك الدعارة احكي لهم على التماغوتشي نتاعهم قول لهم على التماغوتشي نتاعي ياسر جونتي وجبته معايا باش يوثق له سخ نتاعي كلب لا ينبح لحد شيء قعدتي كنت تنبح يا خالتي والله مسكينه تنبح كل كلبة المكلوبة زيدا فيق فيق على وضع فيق والله مسيك نلقاو فيك من حتى حد حتى من التماغوتشي مسكين حتى حب حتى هو زاد تربي انت حتى تربي روحك يا خالتي حتى تربي روحك انت اصلا ماكش متربي ما عندكش شكون يربيك زي تحب تربي حيوان الي انت اكبر حيوان اما انت حيوانه مش الي انت حيوان تحي وتتنفس اما حيوان تشتوشي تشتوشي وش ليك زيدا التماغوتشي وقت تذكر مشيتك للبحرين قطر ودبي واللي بيا والدنيا وترك انا ننصحك حط روحك في الخزانه وبلج على روحك بالقدي على خاطر عزيزتي اللي يستنى فيك تعرف مسلسل شوف لي حل سيت كوم شوف لي حل مش نعمل فيك سيت كوم شوف لي حل كل يوم نصبح عليك ونمسي عليك خليني نحكي لهم عاد كيفاه تمشي في بحثاتك الدبلوماسيه الراقيه تتودد في العلاقات الجنسية العربية مسكينة والله 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 تسخف تعشني تسخف 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 قلت لكم مصحبة الحريري حريري قاعد الملهد كيف بشي صحبها راجل مسايب مانكانيت يخرج معاهم بشي صحبك انت على شو مشي صحبك يا مدام برب على شنو على كتزول طول زوز مترو على شو مشي صحبك سامحني على الانجازات الكبيره كنت تمشي كي تشش الكل يمشي يخلصوا على سوايحهم ويروحوا عاد تجم الاخت لوسي صاحبتها اللي كنت في فرنسا كانوا راسين في شاشه عاد عرفوا بعضهم في البعثه هذيك عاد هما كانوا زوز يتبعثوا في بعثات تعارة جنسية عربية تجم مدام لوسي برس امك تجي تحكي لنا خرمك عاد نجم نبعث لها وقتها ميساج جي تحكي لنا شو كنتوا تعملوا وقت كنت تمشي تخدم على روحك تروح بلحمك أزرق بالضرب وباللي يعملوه فيك برا برا عايش أختي برا برا شدي التماغوتشي متاعك ورقدي انت وياه نقيم عليك لقيمة اليوم ونخليك فرجة في اللي يسوى اللي ما يسويش قلت التماغوتشي انت أكبر تماغوتشي خلقتها ربي ظهرلي انت حتى الحيوان خير منك وما الحيوان والله على الأقل أنظف منك وأشرف منك أما انت مسخة مسخ مسخ هكا نعملك نتسق عليك اللي بير انا معانا معكم حتى مشكله نحبكم ونموت عليكم وعز الناس اما الاخت العزيزه خليت انجازات عظيمه معاكم ولكن مش انتم راهي ميتت بالشر في دبي على الاقل هزيتوا لها ليتها
برا عايش اختي، برا برا. انتي بكلك تماجوتشي تاع، انتي كارك تكبر تشري 4 منهم وتحطهم بجنبك، اقعد وكلهم وانبح انتي وياهم وربيهم وحطهم في الخزينة، حطوا روحكم في الخزينة. انتي بهذا بتحشي روحك في الخزينة معاهم، خد ما عندكش وجه باش تدور بيه. والله الطفلة باش تهبل، قالك تشيش تنتحر السقطة هذي، نقعدوا وحدين فيها ونحكيو عليها. يا دنيا، والله نقول لك حاجة، مش نفرج فيك أمة سيدنا محمد، أمة سيدنا محمد نفرجك فيها، إلا ما نرجعك لبلاستك، إلا ما نردك كتك تماغوتشي ولا لي بيبيز. عندي ليكم ان تري بون بلان، شتابي واحدة شعرها أصفر ومراكبة السيليكون من قديم ومن تالي، تجمو تعطيوها تاكل وتشرب وما تنبحش، أما تقعد تورور تحكي تحكي، اما لازمكم توكلوها راهو، على خاطر هي كي ما توكلوهيش تموت بالشر. ورد بالكم الحيوان هذا هو واحدة 1.60 متر وبهيمة وش ليكا، اما لازمكم تربيوها من الاول وجدي خضر، هي مش متربية، كي تتبيع تتبيع مش متربية، ناقصة برشا تربية، لازمكم انتوما تربيوها بالكدا، تعلموها الأخلاق، تعلموها الكرامة، تعلموها القيم، تعلموها المبادئ، على خاطرها هي أي حيوان سوفاج، حيوان جاهل، حيوان تافه، لازمكم تقفوها، لازمكم توعيوها بربي لي بيبي، ما تسحقوش باش تكمنديوها لا على انترنت ولا حد شيء، خاطر هي فرقوا فيها بليش. ريت كي تدخل المطار يعطيوك بوس بليش، يعطيوه لك مع البوس، يقولوا لك هاي هذي حيوان كيلش تشدو ربيوها، راهي باش تعلمكم برشا فزيت، وراهي ما تنبحش جوست تعلمكم التسوقيت، باش تعلمكم الدعارة، باش تعلمكم النقمة، باش تعلمكم فتنة، باش تعلمكم النميمة، باش تعلمكم التقطيع والتريش، باش تعلمكم الأخلاق الواطية الكل، باش تعلمكم التسوقيت اللي موجود على الكرة الأرضية الكل، باش تعلمكم الغدرة، باش تعلمكم الوسخ، باش تعلمكم برشا فازيت، برشا فازيت ما عندكم، مش ما عندكمش منهم، ما تربيتوش عليهم. الحيوانة هذي باش تعلمكم عليهم، باش توريكم كيف تدخلوا للدنيا برشا وسخ وبرشا تسوقيت وبرشا نذيل، ما شاء الله باش تخلي فيكم بصمة كبيرة ياسر 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 ياسر. ميلا